تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح. منهاج النبوة. أهل السنة هم خلاصة الخلاصة من المسلمين، كما أن المسلمين خلاصة الخلاصة من البشر، فأهل السنة بين الفرق والجماعات، فأهل الإسلام بين الملل والديانات، أهل السنة أولى الناس بالاعتقاد الصحيح أن يحكموا وأن يتمثلوا وأن يحولوه إلى واقع يعاش في الحياة، وأن يدعو إليه ويقاتلوا دونه. أهل السنة والجماعة هم أولى المسلمين بالعمل الصالح، وقد أظل زمان جعل الله رب العالمين فيه روحا، فعسى أن يشملنا، والله جل وعلا هو اللطيف الودود، من قرع بابه فلن يرد خائبا، لأنه لا يرد بالإحسان سائلا، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قد أظل زمان يجد الناس فيه بعض مستراحهم، فإنه لا بد للناس من متنفس لما علا ظلم الحجاج في الأرض، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كأن من قول الحسن لابد للناس من متنفس فإنهم لا يطيقون، سيجعل الله فرجا ومخرجا، وسيجعل من بعد عسر يسرا، ومن بعد ضيق فرجا، ومن بعد هم سرورا، ومن بعد غم حبورا، وسيعلي الله تبارك وتعالى شأن الموحدين وهو عالم في الحقيقة، ولكن حقيقة كما هو حكم يراه الناس ويبصرونه، ولكن الناس يستعجلون، فإن النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم كان متكئا إلى برده في ظل الكعبة، فجاء خباب بن الأرت وقد عذب وطهض وعذب المسلمون، فمنهم من أودى وقضى فمضى، ومنهم من سام الخصف ظاهرا وله العز بالإيمان باطنا، ومنهم من فقدت بصرها، ومنهم من طعنت بالحربة في موضع العفة منها حتى ماتت، سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. جاء خباب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد اتكأ على برده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستصرخ لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان من عذاب خباب أن يوضع الجمر المحمي في النار على ظهره، فما يطفئه إلا الودك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، وإن الأجواء لتفوح عاطرة برائحة لحمه المشوي، فجاء يستصرخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تدعو لنا؟ فاتكأ صلى الله عليه وآله وسلم قبله، فاعتدل لما سمع واستوى جالسا، فقال: إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يمشط
بأمشاط الحديد بين لحمه وعصبه وعظمه، ويؤشر بالمئشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بنصفين. لا يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم قوم تستعجلون. الأمر لله، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا أصاب عضوا منه شيء تألم له سائر الجسد متململا بالحمى والسهر، لأنه جسد واحد، عقيدة واحدة، دين واحد، نبي واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، نهاية واحدة، وغاية واحدة. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أي دعا عضو عضوة حتى تدعى بسائرها لتسهر محمومة متململة منتظرة حتى يزول الكرب ويكشف الهم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن ترفع الكرب عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تحصن فروجهم، وأن تطهر أفئدتهم، وأن تعلي كلمتهم، وأن ترفع رايتهم، وأن تثبت أعداءهم، وأن تثبت أعداءهم، وأن تذل أعداءهم، وأن تدير الدائرة على من ظلمهم يا رب العالمين.